بصوا يا جماعه، بس كان خاطري طلع حماده انور اتهم الدوله بالبلطجه. هجيب لكم الفيديو بكره وهنفتح الملف بالكامل. بصوا يا جماعه، الدوله الفتيه المحترمه اللي بتهاجمها القناه دي ورئيسها بيتامر عليها وعلى الدوري وعلى قرار الحكومه. بص شايف ده كان مزبله في ميدان التحرير بعد ما اتنظفت الكباش. شايف الشكل ده حضرتك؟ 26. شايف ده الشكل ده حضرتك؟ الجمعة اهو، ميدان التحرير بعد رفع الصناديق عن الكباش. 26/6 اهو. الدولة فاعلة ولن تعود ثانية الى الوراء. دولة فاعلة ولن تعود ثانية الى الوراء. لازم الناس تحفظ ده. شايف شكل؟ شايف الشكل ده؟ كان صناديق وقمامة عليها. دولة فاعلة ولن تعود الى الوراء تاني، لن تعود الى الوراء تاني. اوريك مشهد تاني. شايف المشهد ده؟ شايف المشهد ده يا مؤمن؟ يا مصري عشان تحب بلدك وتعرف ان مفيش بلطجي هيعيش فيها. بص ايه رايك في المنظر الزبالة ده؟ ده قبل عبد الفتاح السيسي العظيم. دي ترعة المحمودية. كان حد يتخيل في اسكندرية انها تبقى حاجة؟ ترعة المحمودية، مزبلة مهينة كانت للاسكندرية. يا ترى الشكل بيجي ايه دلوقتي؟ يا ترى الشكل بيجي ايه دلوقتي؟ وماذا حدث في ترعة المحمودية؟ اوريك الشكل، اوريك الشكل حضرتك عشان تعرف احنا وصلنا لفين مع هذا الرجل العظيم عبد الفتاح السيسي في كل الميادين. كرامة في الخارج وجيش رشيد عظيم وانجازات في الداخل لا تعد ولا تحصى. شفت الزبالة اللي انت شفتها بتاعت ترعة المحمودية؟ ماشي، تعال اتفرج على ترعة المحمودية دلوقتي. بص بعينك يا معلم، بص شايف؟ شايف الشكل؟ ترعة المحمودية. بدل ما انتم مسخرين القناة لمحاربة الدولة وعدم لعب الدوري، اظهروا الإيجابيات بتاعت الدولة. شايف؟ شايف يا بيه؟ دي ترعة المحمودية. دي ترعة المحمودية. أهو، دي ترعة المحمودية. دي ترعة المحمودية. دي ترعة المحمودية حضرتك، لازم يكون عندنا شق إيجابي. لازم يكون معروف كويس جدا إن بلدنا بتشتغل، لأن ده كله أنا قدمت لك المقدمة دي عشان أطير معاك لمحافظة السوهاج. لأن عندي ملف مهم جدا، مخالفات المباني لرئيس نادي الزمالك. على مدار سنين محدش عارف ياخد معاه إجراء. بص النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل ايه؟ ربنا يديله الصحة. شايف؟ قرار جمهوري بعزل المستشار محمد صبري نائب رئيس قضايا الدولة من وظيفته. أهو أهو، دي الدولة اللي احنا عايزينها يا ريس. دي الدولة اللي احنا عايزينها يا ريس. ده عمل ايه ده؟ عمل ايه الراجل اللي عزله الريس ده؟ عمل برج في مدينة جرجة تبع سوهاج على 500 متر لما ما كانش عندنا دولة بعد ثورة يناير، وغصب عن عين الحكومة والدولة بنى البرج. اتفضل اوريك، وتعالى نشكر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واوريك اهو كيف تحول الكلام عن برج جرجة الى حديث العالم، عمارة العالم كله بيتحدث عنها. شايف يا فندم؟ شايف البرج اهو؟ شايف البرج عامل ازاي؟ ده واخد 10 قرارات ازالة، والاخ نائب رئيس مجلس الدولة اللي اقاله الريس كل اللي بيجي يقرب هنا كان بيحاولوا ينفيه. كل ظالم ليه يوم وليه نهاية. بص حضرتك، تعال النهاردة اوريك صور. شايف اهو؟ شايف محافظ سوهاج؟ ده البرج اهو اهو. محافظ سوهاج النهاردة الصبح راح ينفذ قرار الريس بهدم هذا البرج اللي واخد 10 مخالفات إزالة أهو. تفاءلوا، شكرا لمعالي الوزير المحافظ طارق الفقي وللقيادة السياسية وللحكومة المصرية. تفاءلوا، هو حد يصدر لكم الإحباط أهو. شايف أهو أهو، هو حد يصدر لكم الإحباط. شايف أهو، وعشان تصدق ايه اللي حاصل، بص هسمعك المقطع ده. عشان تصدق ايه اللي حاصل، هسمعك المقطع ده مهم جدا من الاستاذ محمد علي خير. الاستاذ محمد علي خير قال لك فجأة العالم كله بيتكلم عن عمارة،
ايه اللي حاصل يا جماعه في الاماره دي؟ ايه اللي حاصل في الاماره دي؟ قال لك الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتشف ان صاحبها نائب رئيس هيئه قضايا الدوله ومحدش قادر عليها، وعشر قرارات ازاله. راح الرئيس قال لك يزال البرج واقالته من منصبه. مرتضى منصور عامل بروز في البيت بتاعه ودار الجيران، وافتح لكم ملف العماره بتاعته بالكامل اهو. بص حضرتك اسمع بس الاول محمد علي خير. واسكندريه تشال منها ابراج كتير. اسمع الاستاذ محمد علي خير. محمد علي خير بيقول لك العالم كله بيتكلم على عماره. شايفين القرار يا جماعه لما يبقى قرار صح بيرفع من قيمه الدوله ازاي؟ اهو ازاله، قرار ازاله لا اكثر ولا اقل. قرار ازاله لا اكثر ولا اقل. الفيسبوك مهتم قوي بعماره هتتهد. طب ما في عمارات كتيره اتهدت الفتره اللي فاتت، شو معنى العماره دي؟ العماره دي زي ما في الصوره امام حضراتكم، دي عماره في جرجه بسوهاج. عمارة مقامة على 500 متر، 11 دور منهم 6 أدوار إدارية، 5 سوابق إدارية، بيحوي 60 شقة سكنية، 14 محل تجاري. العمارة تبدو لي فخمة، يعني مش عمارة، يعني عمارة متكلفة. هذه العمارة صدر قرار لها بالإزالة، بدء تنفيذ الإزالة غدا، بدء تنفيذ الإزالة غدا. طب ليه الحكومة هتهد العمارة دي؟ قال لك لسببين. أول حاجة الأرض اللي مبنية عليها أرض ملك الدولة، حلو، لازم الدولة تاخد حقها. قال لك كمان إنها متعدية على حرم الطريق، فده أمر يهم هيئة الطرق. انت تسكت؟ اه المفروض تسكت. في ناس مقدمين اقتراح حلو قوي، بيقول لك طيب ما بدل الدوله ما تهدها، ما تاخدها وتحولها مستشفى في ظل الازمات اللي احنا بنعانيها من غياب المستشفيات. عماره زي كده تقدير، انا مش مقاول يعني، بس لو 11 دور يعني انت بتتكلم في ايه؟ 30 مليون جنيه، 40 مليون. ده الاستاذ محمد علي خير بيقول لك بقيت حديث السوشيال ميديا، وبيتساءل الناس قالت حرام يا جماعه، طب ما تستفيد بيها الدوله وتعملها مستشفى. لا، انك انت تاخدها يبقى انت زي ما بلطج اللي بنى على املاك الدوله وبدون ترخيص وطلع له 10 قرارات ازاله ومحدش كان قادر عليه لولا قرار الرئيس وهذا المحافظ المحترم طارق الفقي اللي نفذه. أيوب أنت بترسخ لمفهوم القضاء لأنها واخدة حرمة الطريق، لأنها ما بين ترعتين، يعني ترعة كده زراعية وترعة كده وهي في النص 500 متر حرمة الطريق، والمكان بتاعها خطر لأن الأرض ضعيفة ما بين الترعتين، وما ينفعك مخالف، لازم يبقى قدوة للآخرين. تقدر ب 120 مليون، تقدر ب 200 مليون، تقدر بمليار، هدمها هو رسالة، هو رسالة إن الدولة رجعت خلاص. زي الأبراج اللي اتهدت في اسكندرية، وزي ما في يوم من الأيام البرج اللي في أحمد عرابي ده هيتهد لأنه عنده بروز وطالع في الشارع. مفيش حد مهما طال الزمن هيبقى له الزمن، لأن إحنا في بلد محترمة وبلد فتية وبلد قوية. وما تنساش الكلام اللي بقوله لك، إنه يموت إكلينيكيا، ولكن إحنا مصممين الفقرة بتاعتنا بتاعت فيها حاجة حلوة، فيها حاجة حلوة، كل يوم نجيب لكم حاجة حلوة. كمان يعني بفكركم غدا هذا الملف المرعب، أين أموال الزمالك يا حمادة يا أنور؟ عضو مجلس إدارة الزمالك الذي خرج علينا وقال عودة الدوري بلطجة لا يرد أموال الزمالك ولم يخلص ذمته من ما عليه طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. تقرير مهم جدا، حضرتكم انتظرونا 11 مساء بإذن الله تعالى الليلة الأحد بإذن الله.
استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وربنا سبحانه وتعالى يجعل أيامنا كلها سعادة، وربنا سبحانه وتعالى يخلينا يعني في هذه البلد مؤمنين آمنين، وتحيا مصر رغم أنف أي حد، وهنفضل نطبل لبلدنا ورئيسنا والجيشنا رغم أنف أي حد أيا كان.